فرص هطول زخات الأمطار تبدأ خلال الساعات القادمة، تفاصيل بعد الفاصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مرحبا بكم مجددا. المملكة تتأثر بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الأولى، وهي الدرجة الأضعف في تصنيف حسب مقياس طقس العرب لتصنيف شدة المنخفضات الجوية. نهار اليوم الخميس انتشرت كميات من الغيوم المنخفضة والمتوسطة الارتفاع، أيضا نشطت الرياح الغربية في مقدمة هذا المنخفض الجوي. خلال الساعات القادمة، تحديدا خلال ساعات ما بعد منتصف الليل، تحديدا ليلة الخميس على الجمعة، تتحسن فرص هطول زخات الأمطار انطلاقا من المنطقة الشمالية لتشمل لاحق المنطقة الوسطى ثم الجنوبية. التفاصيل نستعرضها في هذه النشرة، لكن لا بأس نبدأ بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم. هذه الغيوم المنخفضة والمتوسطة التي انتشرت خلال ساعات نهار اليوم، خلال ساعات الصباح وأيضا طيلة نهار اليوم، غطت سماء المملكة المنطقة الشمالية الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية، هي مقدمة لتأثيرات أو التأثيرات الأكبر لهذا المنخفض الجوي التي تتقدم من البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة خلال الساعات القادمة، تحديدا خلال ليلة الخميس على الجمعة، حيث تصبح الفرصة مهيئة لهطول زخات الأمطار. تفاصيل المنخفض الجوي نستعرضه في هذا التصميم لتصنيف هذا المنخفض الجوي وخصائصه. هذا المنخفض الجوي كما ذكرنا هو من الدرجة الأولى ويؤثر يومي الخميس والجمعة على المملكة. تصنيفه كما ذكرناه من الدرجة الأولى. كمية الأمطار المتوقعة أثناء تأثير هذا المنخفض الجوي ستكون ما بين 5 و10 مليمترات. سرعة هبات الرياح ستكون 60 كيلومتر في الساعة، تكون خاصة في المنطقة الشرقية والمناطق الصحراوية والتي ستعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدني في مدى الرؤية الأفقية. عدد المناطق المشمولة ستكون المنطقة الشمالية الوسطى والجنوبية من المملكة. مدة التأثير ستكون 18 ساعة. درجات الحرارة ستكون ما بين 17 و23 درجة مئوية. أما الثلوج لا توجد فرصة للثلوج. تفاصيل أكثر حول المنخفض الجوي والأمطار وتأثيراته وشدته نستعرضها في هذه الخريطة لتوزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم الخميس وحتى يوم السبت. يوم الخميس بإذن الله الأمطار تتركز هنا فوق سواحل سوريا ولبنان خلال ساعات نهار يوم الخميس، لكن اعتبارا من ساعات منتصف ليل الخميس على الجمعة تبدأ الأمطار بالهطول فوق المنطقة الشمالية مع اقتراب لهذا المنخفض الجوي وتحركه نحو شمال سوريا وأيضا الأراضي التركية، يدفع بكميات من الغيوم من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة. هذه الغيوم ستكون ماطرة كما ذكرنا انطلاقا من المنطقة الشمالية، ثم لاحقا تشمل المنطقة الوسطى على أن تشمل المنطقة الجنوبية لاحقا خلال ساعات صباح يوم الجمعة. وبالتالي يوم الجمعة بإذن الله خاصة خلال ساعات ما قبل الظهيرة ستكون المنطقة الشمالية الوسطى والجنوبية تحت تأثير الغيوم الماطرة، وبالتالي هناك فرصة لهطول زخات من الأمطار في عموم هذه المناطق على فترات، لكن اعتبارا من ما بعد ظهيرة يوم الجمعة تتراجع فرص هطول زخات الأمطار مع ابتعاد هذا المنخفض الجوي، لكن تنخفض درجة الحرارة خلال ساعات ليلة الجمعة للسبت لتكون الأجواء باردة خاصة في المناطق الجبلية والسهول. نتحدث الآن عن درجات الحرارة باستعراضنا لهذه الخرائط لتوزيع درجات الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الخميس وحتى يوم السبت. يوم الخميس انخفضت درجة الحرارة مقارنة بيوم الأمس الأربعاء، كانت درجة الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، لكن يوم الجمعة التأثيرات الفعلية والأكبر لهذا المنخفض الجوي تبدأ مع عبور الكتلة الهوائية ذات درجة الحرارة الأقل من المعتاد المرافقة لهذا المنخفض. لاحظوا الانخفاض الكبير على درجات الحرارة والمحسوس اعتبارا من ليلة الخميس على الجمعة وخلال نهار يوم الجمعة، حيث تكون الأجواء مائلة للبرودة في مناطق واسعة من المملكة خاصة المناطق الجبلية العالية، فيما تستمر الأجواء مائلة للحرارة في المناطق المنخفضة تحديدا منطقة الأغوار البحر الميت وأيضا منطقة العقبة والأجزاء الشرقية من المملكة. خلال ساعات ليل الجمعة للسبت كما ذكرنا هناك الأجواء ستكون باردة بشكل لافت خلال ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية والساحلية، لكن خلال ساعات نهار يوم السبت تعود وترتفع من جديد درجة الحرارة مع ابتعاد الكتلة الهوائية ذات درجة الحرارة الأقل من المعتاد من أجواء المنطقة من منطقة بلاد الشام.
هذا الآن للعاصمة عمان وتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تكون الأجواء غالبا غائمة مع زخات من الأمطار خاصة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل. 18 درجة مئوية كحرارة مقاسة المحسوسة، 18 درجة مئوية الرطوبة مرتفعة، والرياح تكون غربية لشمالية غربية ناشطة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية لثلاثة أيام القادمة. يوم الجمعة تكون الأجواء غائمة وماطرة على فترات مع 21 درجة مئوية، وبالتالي تكون درجة الحرارة أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام بحوالي 8 درجات مئوية. ليلا تنخفض ل 15 درجة مئوية مع أجواء صافية مع ابتعاد تأثيرات هذا المنخفض الجوي. يوم السبت تعود درجة الحرارة للارتفاع تدريجيا من جديد، 25 درجة مئوية مع أجواء صافية، تبقى أقل من معدلات مثل هذا الوقت من العام. ليلا ترتفع لسجل 19 درجة مئوية. يوم الأحد تعود درجة الحرارة تصبح ثلاثينية مجددا مع أجواء صافية، 30 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 21 درجة مئوية. نستعرض الآن تفاصيل الحالة الجوية في باقي المدن الأردنية ليوم الجمعة. نبدأ شمالا حيث تكون الأجواء ماطرة على فترات في إربد مع 23 إلى 17، عجلون 21 إلى 15، جرش 23 إلى 16، والمفرق 23 إلى 14 درجة مئوية. المنطقة الوسطى أيضا الأجواء ماطرة بشكل عام مع الزرقاء 23 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 16، عمان 21 إلى 15، البلقاء تقريبا نفس الأجواء والحرارات، مأدبة 22 إلى 15، والبحر الميت أيضا فرصة لزخات من الأمطار 30 إلى 25 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية أيضا تتأثر بهذا المنخفض الجوي، الكرك طقس ماطر على فترات 21 إلى 14 درجة مئوية، الطفيلة 21 إلى 15، معان أجواء صافية بشكل عام مع 25 إلى 15 درجة مئوية، تفرق لبعض الغيوم في الشوبك مع 19 إلى 13 درجة مئوية، ملعقبة تنخفض لسجل 33 إلى 24 درجة مئوية. المنطقة الشرقية الأزرق تقريبا مثارة 27 إلى 15، الصفاوي 27 إلى 13، أما رويشد 29 إلى 14 درجة مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.